السلام عليكم أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم في قناة سفيرس أكاديمي مع هذه الحلقة التقديمية لأهم ألف كلمة إنجليزية في دقيقتين بطرق غير تقليدية وطريقة مميزة جدا في هذا الكورس المميز. إذا كيف سوف نطق الإنجليزية محادثة، كتابة، استماعا وفهما وأيضا القراءة من خلال هذا الكورس اللي عدنا؟ ماذا سوف نحصل من هذا الكورس؟ هو هذا اللي راح نحكي به قبل ما نبدأ في هذا الكورس اللي عندنا. معكم حسين الغالبي من قناة سفيرس أكاديمي، مؤسس قناة سفيرس أكاديمي. لدي خبرة سنين طويلة في تعليم اللغة الإنجليزية واللغات وتعليم القرآن الكريم أيضا، والآن أدرس في جامعة توبوري في اختصاص برمجة الحاسبات والأنظمة. عندنا 4 فوائد. الفائدة الأولى، سوف تصبح متحدث أفضل باللغة الإنجليزية، سوف تتقن اللفظ الصحيح، وراح أعلمك الطريقة اللي راح تستخدمها، اللي ما أتصور هناك قناة أو كورس أو دورات معينة تشرح هذه الطريقة المستخدمة في قناة سفيرس أكاديمي، لأني استندت في جميع الطرق اللي راح أشرحها بعد دقائق إلى أبحاث علمية دقيقة في علم النفس وفي طرق التعليم الحديثة. النقطة الثانية والهدف الثاني اللي راح تحصله من هذا الكورس هو أن أنت راح تستثمر وقتك بشكل أفضل، حيث أنك راح تتعلم كل يوم كلمة أو كلمتين في دقيقتين، وكل كلمة هي وشرحها ومضمونها وطريقة استخدامها وأهم المرادفات سوف تكون حوالي 20 كلمة جديدة كل يوم بطريقة صحيحة وبطريقة استخدام مميزة باللفظ الصحيح وبالقراءة الصحيحة. النقطة الثالثة والأساسية، سوف تعلم الكتابة والقراءة الإنجليزية بسرعة، سوف تتعلمها بسرعة لأنك راح تتابع يوميا جزء بسيط من هذا الكورس. أما النقطة الأخيرة، سوف يكون لديك تحفيز نفسي كبير، لأن نضع بداية الحلقة هدفنا نحفظ 90 إلى 95% من المعلومات الإنجليزية اللي تمر علينا خلال هذه الدقيقتين مال الدرس، وأيضا سوف نجري اختبار كل يوم سبت في مجموعة من الكلمات اللي مرت علينا خلال الأسبوع. هذا السبب راح يصير عندك حافز نفسي كبير انك تستمر بتعلم اللغة الإنجليزية، والسبب هو انه انت راح تلاحظ تطور مباشرة عند نهاية كل حلقة. اذا كيف اتعلم اللغة الإنجليزية بطريقة صحيحة؟ الطرق القديمة لازم كلها نتركها ونتابع بهذه الطريقة الجديدة اللي هي طريقة الحفظ بالجمل وليس بالكلمات، وعندي شرح مفصل لها راح يظهر الآن أعلى هذا الفيديو، بإمكانك الضغط عليه بعد نهاية هذه الحلقة ومشاهدة طريقة مميزة جدا جدا وفعالة في تعلم اللغة الإنجليزية. أقول دائما get ready، اجهز عندما تأتي لمتابعة الدرس. get ready، اجهز. كيف تجهز؟ write all the phrases، اكتب جميع العبارات اللي عبارات اللي تمر عليك دائما اكتبها. حضر كراس وقلم، so you need a notebook and a pencil. دائما حضر كراس عندك مخصص لتعلم اللغة الإنجليزية واكتب بالقلم، وهذا الشيء مستند أيضا إلى أبحاث علمية أثبتت أن الكتابة بالقلم تساعد على الحفظ ب10 أضعاف من مجرد الكتابة بالحاسبة أو المشاهدة فقط. اكتب بإيدك بالقلم والكراس الخاص بك جميع العبارات والكلمات اللي تمر عليك حتى تحفظها بشكل أسرع، وبهذه الطريقة راح تكون ملكة في الكتابة أيضا وفي الفهم باللغة الإنجليزية. راح تحتاج دقيقتين يوميا، وإذا عندك وقت إضافي بإمكانك مشاهدة أكثر من حلقة، لكن دقيقتين، بهاي الدقيقتين ركز جيدا حتى تحصل على أكبر فائدة من الدرس. و repeat 5 times loudly، الكلمات كررها بصوت مرتفع حتى تتقن اللفظ الصحيح، حتى تسمع أذانك بصوتك عندما تقرأ الكلمات. راح سوف أكرر عليكم الكلمات والأمثلة عدة مرات على مسامعكم حتى تتقنوها بشكل جيد جدا. إذا كرر العبارات كلها بصوت مرتفع 5 مرات لكل عبارة. محتوى كل حلقة اللي هي بدقيقتين، محتوى الدرس هو عبارة عن أول شيء نشرح الكلمة، ناخذ الكلمة، ناخذ معانيها المختلفة، كل كلمة لديها مجموعة من المعاني، نشرح هذه المعاني بشكل سريع، ثم نأخذ مثال أو مثالين على كل كلمة، ناخذ مثالين أو 3 أمثلة على كل كلمة بمعانيها المختلفة ونشرحها ونقرأها بصوت مرتفع أو معا طبعا، ونكتب هذه العبارات الموجودة بالأمثلة اللي عندنا. بهذه الطريقة راح نكون هذه الخبرة باستخدام هذه الكلمات
ليس فقط فهم معانيها لا، ولكن استخدامها بالجملة، بأي موضع تجي وكيف استخدمها لهذه الجملة. بهالطريقة راح نحفظ الجملة كاملة حتى نقدر نستخدمها، ولما نقراها بكتاب أو نسمعها من شخص راح نعرف معناها من سياق الجملة. والنقطة الرابعة اللي راح تساعدنا بالدرس أيضا اللي هي مرادفات الكلمة. سوف نأخذ مجموعة من المرادفات للكلمة اللي نشرحها خلال هذا اليوم. هذه المرادفات لها معاني مختلفة لكن أو مقاربة طبعا، لكن نستخدمها أيضا في جمل أخرى، وبهذه الطريقة راح نكون خزين من المعلومات كبير جدا. والنقطة الأخيرة طبعا ننهي بها الدرس اللي هي راح نسوي اختبار بسيط، راح نطلب منك أنه تستخدم كلمة اليوم في جملة، راح تضعها في جملة وتكتبها بالتعليق حتى نجاوبك عليها ويستفاد منها الآخرين أيضا عندما يتابعون هذه الحلقة. إذن هذا الدرس سوف يكون متكامل، شرح للكلمة، استخدامها في جملة ومرادفات، وأيضا اختبار بسيط في سؤال واحد في نهاية الحلقة. إذن كل يوم سوف ننشر درسين في دقيقتين، يعني كل يوم درسين جدد. بإمكانك مراجعة الدروس القديمة إذا أحببت أن تتابع أكثر، ولكن يكفي أن تتابع درسين، لأن في هذه الدرسين راح تحفظ أكثر من حوالي 40 كلمة بالحقيقة من خلال تكوينة الدرس كامل. وهذا السبب راح هدفنا راح يكون هو حفظ 90% من المعلومات اللي راح تكون لك حوالي 36 كلمة تحفظها من أول مرة مشاهدة لهذا الفيديو. أيضا سوف يكون لدينا كل يوم سبت اختبار في 10 كلمات جديدة. لهذا السبب المطلوب منك الآن هو أنك تضغط على إعجاب لهذا الفيديو، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. ضروري أن تفعل زر الجرس حتى تصلك الإشعارات على البريد الإلكتروني مباشرة حين نشر الدروس الجديدة. إذن اشترك، فعل زر الجرس، ولا تنسى مشاركة هذا الفيديو لجميع أصدقائك وجميع من تعرفهم، لأن هناك الكثير من الأشخاص بأمس الحاجة لهذه المعلومات المجانية اللي نقدمها من قناة سفيرس أكاديمي. لذا أرجوك أن تشارك هذا الفيديو لجميع أصدقائك حتى تعم الفائدة لأكبر عدد من الناس، لأن هدفي في الحياة هو نشر العلم مجانا للجميع. لهذا السبب ساعدني في نشر هذه الدروس لأكبر عدد من الناس. شكرا لكم على المتابعة، والآن ابدأوا من الدرس الأول من هذه الباقة المميزة، واستمروا معنا وانتظرونا كل يوم سبت في صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حتى نجري الاختبار سويا إن شاء الله. إذن تفضلوا بالمشاهدة، شكرا لكم وإلى اللقاء.